مرحبا، يعطيكم العافية. سلام جميع. طبعا هذا رد من أخ بيحكي أنا سوري عايش في لبنان ومتزوج عندي 3 أطفال، يا ريت تسعدني في التسجيل. الله يرحم والدينا ووالدي، الله يرحم والدينا ووالديك. هذول الأشخاص اللي هم عرضة جدا، أنا أخوي اعتبرني أخوك الصغير، هذول الناس للأسف هم اللي عرضة للنصب. يعني هلا انا لو اجيت عليك وقلت لك اعطيني $500 راح حسجلك، انت لا عارف وين بدي اسجلك ولا شو بدي اسجلك، بسجلك في الموقع، بعمل لك ايميل وباسورد، يعني بس يوزر نيم وباسورد، واخر شيء ببعث لك اياهم، بقول لك هي سجلتك، هي ال $500 اخذتها. يا جماعه ما في شيء اسمه سجلني، في شيء اسمه انت بتستحق او بتحقق احد الشروط لاحد البرامج، سواء برامج الهجره او اللجوء. اذا انت مسجل بالمفوضيه لازم تتواصل مع المفوضيه من خارج كندا، لازم عن طريق المفوضيه وعن طريق الامور اللي معروفه اللي هي الكفاله الخماسيه او الكفاله الكنسي. اذا انت تيجي على كندا لازم يكون معك يا فيزا يا اما تكون معك ما تستطيع انك تسوي هجره. فما في، ما تخلي حدا يقول لك اوكي انا بسجلك. وانا بتجيني باليوم حوالي 200 استفسار تقريبا، ما برد عليهم لانه اصلا مرحبا كيفك، ناس بدها تعمل تشات، انا ما عندي وقت للتشات. لو في واحد كتب لي سؤال معين بجاوبه وانتهى الكونفرزيشن. في واحد مره 28 سؤال سالني اياهم وانا اجاوبه، يا حبيبي ما عندي وقت صراحه. فيا اما بتكمل سؤالك من اوله وانا بجاوبك، اما غير هيك ما عندي للاسف. فانتبه يا أخي، والله يوفقك وإن شاء الله يوصلك لبر الأمان.